السلام عليكم، أرحب بكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة بجامعة المثنى، ضمن سلسلة محاضرات Theory of Structures، واللي مخصص السمستر الأول فيها إلى Analysis of Statically Determined Structures. تكلمنا بالمحاضرة الأخيرة، بدينا بالموجول الجديد اللي تكلمنا به عن الـ deformation of statically determined structures، وأخذنا مقدمة عن الـ deformation، وتكلمنا عن الـ deflection الأساس النظري له، وأيضا تكلمنا عن كيف نرسم الـ elastic curve أو الـ deflection curve بناء على الكونديشن الخاصة لكل حالة من حالات الستراكشر. بالحقيقة الرسم الإلاستيك كيرف، في نهاية المحاضرة السابقة ذكرنا بأنه الإلاستيك كيرف هو بالحقيقة عبارة عن مجرد مقدمة أساسية سميناها كواليتيتيف، أنه يتكلم من حيث النوعية عن الديفورميشن اللي راح تحدث بالبيم، وحتى ينطينا فكرة عن المكانات اللي نتوقع أن يصير بيها الديفليكشن عالي بحيث أنه نبدي نحسبها. اليوم راح نبدي ندخل بتفاصيل أكثر عن حساب الديفليكشن، ونبدي أيضا نتعلم كيف نستأنس بالإلاستيك كيرف لحساب الديفليكشن. ولكن قبل أن ندخل بمواضيع حساب الديفليكشن، نحتاج أن نتكلم عن الإلاستيك بيم ثيوري. الإلاستيك بيم ثيوري اللي هي من أهم النظريات اللي نحتاجها في structural analysis، وهي أيضا أساسية بحساب الديفليكشن. في هاي النظرية نتعلم كيف نوظف الكلام اللي تكلمناه عن الإلاستيك كيرف، شلون نوظفه نظريا، كيف نوظفه نظريا لحساب الديفليكشن. مثلا إذا أخذنا فد شيء كلش بسيط، هذا السمبل سبورتد بيم اللي أمامكم واللي معرض إلى إذا حمل distributed load مقدار W، ومعرض إلى concentrated load مقدار P، حتى تكون الحالة عامة كان W يعني non-uniform distributed non-uniformly، وبالتالي راح يتعرض البيم إلى deflection أو flexural behavior، راح تسبب deflection واللي هو من خلال نقدر نتوقعه من خلال أن نرسم الإلاستيك كيرف. هذا الإلاستيك كيرف تعلمنا شلون أنه ممكن أنه نعرف الرسمة، بحيث أنه إذا نراجعه بصورة بسيطة سريعة، احنا عرفنا مسبقا بأنه في هاي النقطة لما تكون عندي البن راح يكون deflection 0 equal to 0، delta equal to 0، وفي هذه النقطة أيضا delta equal to 0. أيضا تعلمنا أنه راح يكون ثيتا هنا لها قيمة معينة، لأنه rotation is permitted، وهنا أيضا rotation is permitted. فبما أنه rotation is permitted، نتوقع أنه هاي النقطة أو هاي النقطة بالذات أو هذا الجزء راح يصير بـ rotation clockwise بهالصورة هاي. فممكن أنه نرسم tangent بهاي النقطة، أو ممكن أنه نعرف مسبقا بأنه هذا البارت أو هذا السيجمنت راح ينزل بهالصورة هاي وهذا بالصورة الأخرى. فإذا تكلمنا عن هذا البيم عندما يتعرض إلى البندنج،
إذا أخذنا هذه السيجمنت الصغيرة اللي راح نفترض بأنه طولها دي اكس ووسعناها في هذا المكان هنا، هذه الدي اكس اللي هي عبارة عن جزء من البندد بيم، هذا الدي اكس تكون معرضة إلى كيرفشر، هذا الإلاستيك كيرف تقوس مثل ما واضح هنا مكبر نتيجة للإنترنال فورسز اللي راح تتولد نتيجة للأحمال، الأحمال الخارجية اللي هي W و P تولد إنترنال فورسز، والإنترنال فورسز راح تولد البندنج بالبي. هذا البندنج اللي يصير نفترض بأنه هو عبارة عن كيرفتشر، الراديوس مالته نسميه R، نصف قطر الانثناء أو راديوس أوف كيرفتشر مثل ما موضح أمامكم هنا، بحيث نفترض بأنه هذا السيجمنت يكون على شكل دائرة. إذا افترض أنه افترضنا بأنه نفر هذا الشكل، والأوريجين مالته هي نقطة O اللي هي فتشي إيماجينري أو يعني تخيلي، فهذا السيجمنت عندما يتعرض إلى الكيرفتشر بنصف قطر R، طبعا هذا في مقياس كلش كبير، تعرفون أنه إحنا يعني مكبر جدا، نعرف مسبقا بأنه الأجزاء العليا من البيم راح تكون معرضة إلى إجهادات ضغط أو compression stresses مثل ما تلاحظون هنا، هاي راح تكون الكومبريشن ستريسز او الكومبريشن زون، والمنطقه اللي بالاسفل راح تكون معرضه الى اجهادات شد او تنشن زون، او ايضا اذا سمينا هنا بالاعلى كومبريشن او كومبريست هنا راح نقول ستريتشد او امتداد يصير بيها. هذه العمليه سواء كانت بخصوص الكومبريشن او بخصوص التنشن بالحقيقة هي ليست ثابتة وليست منتظمة على كل المقطع، يعني بما معنى إذا تلاحظون الآن إذا أخذ هذا المنطقة هنا في هاي المنطقة راح تلاحظون بأنه البارتيكلز أو الأجزاء البيم في هذه المنطقة، يعني إذا أخذت نقطة هنا ونقطة هنا، هاي نقطة وهاي نقطة، راح تلاحظون انه هاي النقطتين عن مكانهن الاصلي صار بيهن تباعد اكثر، او نقول العفو تقارب اكثر، صار بيهن ضغط اكثر. هنا الكومبرشت مور، الكومبرشن هنا راح يكون اكثر من الاصلي من الموقع الاصلي. بعد اذا اخذت على نفس النقاط ولكن اقتربت من النهايه راح أكون أكثر، بعد صار به كومبريشن أكثر، والكلام نفسه أيضا إذا نزلت على منطقة التنشن تكون البارتيكلز اللي بهذا المكان صار بها ستريتش أكثر من الأصلي، والبارتيكلز اللي بالنهاية صار بها ستريتش بعد أكثر. فهذا الموضوع راح يولد عندنا فكرة مسبقة احنا عندنا يعني سابقا انه طرقنا لها، وهي انه كل ما نبتعد من كل ما نقترب من النهاية العليا كل ما يكون الكومبريشن ستريس اكثر، وكل ما نقترب من النهاية السفلى كل ما يكون التنشن ستريس اكثر. ولذلك هنا هذا نسميه التوب فايبر، توب فايبر الفايبر هنا كأنما سطح مثل هذا كناية عن هذا الخط مثل السطح، هذا هسه نسميه التوب فايبر. هذا الفايبر راح يكون معرض الى ماكسيمم كومبريشن ستريس، والبوتوم فايبر راح يكون معرض الى ماكسيمم تنشن ستريس. وبما انه
الإجهادات تتغير عندي من منطقة الكومبريشن إلى منطقة التنشن، هناك في منطقة معينة البارتيكلز راح تكون تحت الإجهاد صفر، الستريس يكون بها صفر، اللي هي نسميها النيوترال سيرفس إذا كنا نتكلم عن 3D، وإذا كنا نتكلم عن 2D نسميه النيوترال أكسس. تعرفون بأنه البارتيكلز اللي على النيوترال أكسس راح تبقى بنفس المكان وما تتغير. هاي العملية، لذلك إحنا من نرسم الكيرفيتشر ناخذه حتى مبدئيا الآن ناخذه على النيوترال أكسس، هذا الآر نحسبه. يعني قد واحد يسأل أنه هذا البيم، هذا الدبث مالته مختلف أو يعني بقيمة معينة، إحنا الآر الراديوس ناخذه من الأوريجين وصولا إلى نقطة، إذا وصلنا لهاي النقطة صار شكل زين. إحنا نعرف بأنه البارتيكلز في كل مكان لها إحداثيات، فإحنا يا نقطة إحنا ناخذ النيوترال أكسس الشكل هذا، النيوترال أكسس الدوتد المنقط، وهذا هو اللي نرسم من عند الكيرفيتشر حاليا. على سبيل المثال يكون شكل دائرة مثل هالصورة. فبالتالي الآن صار عندي هذا السيجمنت اللي هو بي radius of curvature مالته R. العلاقة الرياضية يعني علاقة يعني سابقا انه مطروقة على الطالب في strength of material، لذلك ما راح نركز كثيرا على الجانب الرياضي بيها، ولكن راح نبدي بيها من حيث انه النقاط اللي نحتاجها الان. مع ذلك ايضا انا راح يعني اضع بالدسكربشن للفيديو روابط لاثنين من محاضرات الفيديو اللي يحب يراجع الموضوع الرياضي ايضا، وايضا ممكن يراجع به موضوع الالاستيك كيرف ورسم الالاستيك كيرف، وايضا ممكن يراجع النظريات اللي استخدمها تعلمها الطالب بحساب الديفلكشن، منها الدبل انتجريشن ميثود والمومنت اريا ميثود اللي يفترض انه درست في سترينث اوف ماتيريال. الان من خلال هذا الشكل السابق هنا، هذا بالاشتقاق اللي يعني مطروق سابقا على الطالب، انه نصل الى مرحلة انه نجد العلاقة ما بين السترين والكيرفيتشر. اذا هنا هاي المنطقة اذا ارجع، قلنا انه النيوترال اكسس اللي راح يبقى به الاحداثيات او المسافات بين البارتيكلز ثابتة، اللي هو اللي سميناه قلنا بال 3D نيوترال سيرفيس او بال 2D نيوترال اكسس. كل ما نبتعد من عنده باتجاه الاعلى راح كنا نكون اقرب للماكسيموم كومبريشن، وكل ما نبتعد باتجاه الاسفل نكون اقرب باتجاه التنشن. هاي المسافه نسميها واي، الواي تمثل اللي هنا مسافتنا عند النيوترال اكسس، باتجاه الاعلى تكون موجبه وباتجاه الاسفل تكون سالبه. فمن خلال هذا الشكل والعلاقات الرياضية الاشتقاق الرياضي السابق، احنا نوصل الى مرحلة انه السترين بالبيم يساوي ماينس واي اوفر ار، سترين يساوي ماينس واي اوفر ار، هذا بالاشتقاق الرياضي اللي يعني دارس الطالب في سترينث اوف ماتيريال. وايضا مثل ما ذكرت قبل قليل انه راح اضع رابط للي يحب يراجعه ضمن strength of material. واحنا ايضا نعرف مسبقا طالما انه احنا نتكلم ضمن الالاستيك material، فاحنا دائما نفكر بالهوكس لو، قانون هوك اللي قلنا اللي هو بالحقيقة انه stress
يساوي strain في المودلس اوف الاستيسيتي الاي، او بصيغه اخرى مثل ما مكتوب هنا انه strain يساوي سيجما اوفر اي. حتى انا كتب بهاي الطريقه حتى نجعل او نعمل ربط ما بين هاي الفورمولا وهاي الفورمولا، هذا الجزء وهذا الجزء. فالان تولدت عندنا علاقتين او صيغتين للتعبير عن strain in beam. الصيغه الاولى اللي اساسها رياضي جايه من الرياضيات اللي هي قلنا strain يساوي minus y over r، اللي هي تربط ما بين strain وما بين الكيرفتشر. هذه اساس رياضي او اساس جيومتري خلينا نقول. من خلال هاي العلاقه هسه الان نلاحظ بانه العلاقه ما بين الار radius of curvature والسترين تكون علاقه عكسيه، بما معنى انه كل ما تزداد قيمه الار كل ما تقل قيمه السترين اللي يصير بالبيم. وهذا الموضوع باي سينس، من تزداد قيمه الار معناتها البيم معرض لكيرفيتشر اقل. يعني اذا رسمت او اخلي مثلا يعني اخذ نوت، اقدر اخذ نوت هنا اوضح هاي النقطه. اذا هنا في هذا المكان هسه اذا افترضنا بانه هذا هو البيم الاصلي بهاي الصوره، وافترضنا بانه تعرض الى كيرفتشر بمقدار r، اذا اخذنا هسه هذا السيجمنت، طبعا هسه خلي ارسم لي الصوره بهاي البيم كامل خلي نقول، واذا اخذت هذا الاليمنت الصغير هنا وكبرته بحيث راح يكون عندي الشكل اللي رسمناه قبل قليل. هذا ال R اللي قلنا احنا بالحقيقة نقيسه من النيوترال اكسس، واللي قلنا احنا وصلنا الى علاقة انه epsilon equal to minus y over r، اللي هي y هاي المنطقة او هذا بهالاتجاه تكون موجب وبهالاتجاه تكون سالب. الان اذا هذا البيم من خلالها احنا كان نقاشنا انه نريد نوضح هاي العلاقة، قلنا اذا كان البيم تعرض الى كيرفتشر اكثر معناتها الار زادت. عند ما تزداد الار، يعني اذا افترضت بانه الار تصل الى هاي المنطقه هنا، معناها انه البيم صار هالشكل. اذا الار قلت معناتها انه البيم صار هالشكل. يعني معناه شنو صار هالشكل؟ من اقول تعرض الى كيرفتشر اكثر معناتها البارتيكلز راح يصير بها ستريتش اقل في منطقه التنشن، ويصير بها كومبريشن اقل في منطقة الكومبريشن. واذا كان تعرض الى كيرفتشر اقل فمعناتها العفو الار مالته صار اقل، معناتها صار الانفعال اكثر، صار السترين اكثر لما يزيد يقل الكيرفتشر يزيد السترين، وبالتالي من يزيد السترين معناتها شنو؟ معناها البارتيكلز اللي هنا هاي البارتيكل وهاي البارتيكل راح يصير بها كومبريشن اكثر مما لو كانت بهاي الحالة هنا هالبارتيكل، لانه العلاقه مثل ما ذكرنا هي علاقه عكسيه. زين، الان اذا وصلنا لهاي المرحله من خلال هاي العلاقه اللي ذكرناها، وقلنا احنا نعرف مسبقا بانه عندنا علاقه سابقه اللي هي
تربط ما بين السترين والستريس، اللي هي هوك، هوكس لو، قانون هوك. ف اذا سوينا ما بين هاي العلاقه وهذه العلاقه راح نتحصل هاي العلاقه اللي هي سيجما equal to minus e في y over r، اللي هي تربط ما بين العلاقه السابقه اللي تتكلم عن الجيومتري والعلاقه هاي العلاقه اللي تتكلم عن الجيومتري وهاي العلاقه اللي تتكلم عن الماتيريال. هنا هاي العلاقه تتكلم عن الشكل الهندسي، وهنا هاي العلاقه تتكلم عن سلوك الماده. هاي العلاقه اذا ايضا احنا نعرف مسبقا انه عندنا علاقه اخرى تربط ما بين الانترنال فورسز والشكل الهندسي اللي هي السيجما تساوي ماينس ام واي اوفر اي، ام واي اوفر اي اللي هي هاي هنا هسه هاي العلاقه بصوره عامه تتكلم، يعني هذه العلاقه اللي هي سيجما تساوي ماينس اي واي اوفر ار ربطت ما بين الجيومتري السترين بسبب الجيومتري كالكوليشنز خلينا نقول، او التغير اللي حيصير نتيجه للقوى، وما بين الماتيريال. وعرفنا وصلنا من عندها من خلالها ربطنا ما بين الهوكس لو نتيجه للالاستيك ماتيريال والجيومتري، وصلنا هاي العلاقه اللي هي ماينس اي واي اوفر ار. واحنا نعرف مسبقا انه هنا احنا بدنا نتكلم عن بيم، من نقول نتكلم عن بيم معناته عندنا فلكتشرال ستريسز. الفلكتشرال ستريس احنا نعرف مسبقا انه نقيسه بهاي العلاقه اللي هي ام في واي اوفر اي، ام في واي اوفر اي، لانه لو كان هنا يعني نورمال ستريس الاعتيادي كان السيجما يساوي بي اوفر اي، بي اوفر اي. هنا بما انه هو فلكتشرال فصار عندنا ام واي اوفر اي. اذا ساوينا هاي العلاقه ما بين اي في واي اوفر ار وما بين ام في واي اوفر اي راح نحصل هذه العلاقه الجديده اللي هي 1 اوفر ار ايكوال تو ام اوفر اي اي. هاي العلاقه من اهم واشهر العلاقات اللي تدخل بالبيم ثيوري اللي نسميها مومنت كيرفتشر ريليشن شيب. مومنت كيرفتشر ريليشن شيب هاي العلاقه جدا مهمه اللي هي تدخل بكثير من تفاصيل البيم ثيوري، اللي تربط ما بين المومنت وما بين اي الاي اي وما بين الراديوس اوف كيرفتشر. الان بقى عندنا الاي اي، مصطلح الاي اي، الاي اللي هو المودولس اوف الاستيستي مثل ما تعرفوا حضراتكم، والاي اللي هو المومنت اوف انرشيا اللي ايضا معروف لكم جيدا. الان هذا المصطلح اللي هو اي اي نسميه الفلكتشرال ريجيديتي، الفلكتشرال ريجيديتي اللي هو ينطيني صلابة المادة، خلي اقول اذا صح التعبير صلابة المادة او صلادة المادة بالفلكتشرال عندما تكون معرضة الى فلكتشرال. اي اي فلكتشرال ريجيديتي، وايضا في كمصطلح اخر عندما تكون لما نتكلم عن اي اي اوفر ال نسميها ستيفنس او الفلكتشرال ستيفنس. لذلك اكو احيانا كثيره يصير دمج ما بين الاي اي والاي اي اوفر ال، او ما بين الفلكتشرال ريجيديتي وبين الستيفنس ما يصير فرز بيناتهم. بالحقيقه هو العلاقه بيناتهم كلش وثيقه، لانه الستيفنس هي عباره عن الفلكتشرال ريجيديتي بير يونت اوف لينث بس. فهذا المصطلح نسميه الفلكتشرال ريجيديتي اللي هو الاي اي. زين، اذا وصلنا الان لهاي العلاقه اللي هي العلاقه ما بين الكيرفتشر وما بين المومنت اللي هي نسميها مومنت كيرفتشر ريليشن شيب، من عندها راح نبدي او نربط مع علاقه سابقه ايضا موجوده بالكالكولس اللي هي يعني ياخذها الطالب strength of material اللي هي تربط ما بين ال radius of curvature وما بين الاحداثيات y و x اللي هي بالشكل السابق هنا
ما بين واي وريدس اوف كيرفتشر كعلاقة رياضية هاي فقط، ما هواي ندخل بتفاصيلها احنا عادة، لانه يعني قضية رياضيات. فمن الرياضيات وصلنا النتيجة انه العلاقة ما بين الريديوس اوف كيرفتشر والواي واكس هي هاي العلاقة الحالية، انه واي واحد على ار اكول تو دي سكوير واي على دي اكس سكوير، يعني المشتقة الثانية لواي دلالة الاكس. اذا ساوينا ما بين هاي العلاقة مرة ثانية، هاي العلاقة اللي جبناها من الرياضيات، وما بين الراديوس المومنت كيرفتشر ريليشن شيب، راح نحصل على هاي المعادلة الجديدة اللي هي المشتقة الثانية لواي تساوي ام اوفر اي اي، اللي هي من اشهر واهم العلاقات بالبيم اللي نسميها البرنولي اويلر بيم ايكويشن، واللي هي بالحقيقة وضعت في عام 1750 على ما أتخطر، ولكن يعني لم يتم تطبيقها لحد أو تستخدم لغاية إنشاء برج إيفل يعني في نهاية القرن في نهاية القرن التاسع عشر. هذه إذا تلاحظون هنا أنا تربط ما بين المومنت وما بين الديفليكشن هنا. ايضا النقطة المهمة اللي لازم نذكرها هنا انه في البرنولي اويلر بيم ايكويشن هاي اللي نسميها كلاسيكال بيم ثيوري ايكويشن او اللي نسميها سمبل بيم ايكويشن، لانه طالما ضمن الالاستيك بيم ثيوري، هنا تلاحظون بانه العملية تعتمد على المومنت، وانه فقط المومنت يدخل بالحسابات، الشير افترضنا بانه شير ديفورميشن زيرو او شير ستريس زيرو، اللي هي بالحقيقه جتي بعدها التيموشينكو اكويشن او تيموشينكو بيم ثيوري، اللي هي من خلالها يدخل تاثير الشير، وتعتبر هنا تصير حاله خاصه من التيموشينكو. هاي العلاقه من العلاقات المهمه جدا اللي عاده الطالب يبدي بيها لحساب الديفلكشن. بالسترينث اوف ماتيريال بدينا بهاي العلاقه وتعلمنا شلون نحسب الدبل انتجريشن ميثود حتى نطلع قيمه واي اللي هو الديفلكشن، وتعلمنا ايضا المومنت اري ميثود حتى نحسب الديفلكشن، والان راح ايضا نبدي من عندها حتى ناخذ باقي الطرق. طبعا احنا ذكرنا بالمحاضره السابقه انه عندنا جيومتري ميثود وعندنا وورك انرجي ميثود لحساب الديفلكشن. فضمن الجيومتري الان هنا لا تلاحظون انه هذا كان كلامنا كله ضمن الجيومتري، مجرد دخلنا ماتيريال بروبرتيز يعني ما اشتغلنا شيء ورك او انرجي، فبالتالي احنا ضمن الجيومتري ميثودز واللي قلنا ذكرنا بها انه مسبقا دارسين الدبل انتجريشن ميثود، دارسين المومنتري ميثود، وان شاء الله في هذا الكورس راح ندرس طرق اخرى للموضوع. زين الان ضمن البرنولي اويلر بيم ايكويشن هاي اللي ذكرناها، اكو ملاحظه صغيره انه احنا دائما نفرض بانه الثيتا تساوي دي واي باي دي اكس. هاي منين جايه؟ اذا ارجع للشكل اذا تلاحظون انه احنا هنا افترضنا بانه بالسيجمنت هذا الراديوس اوف كيرفتشر نسميها دي ثيتا او ثيتا، يعني هسه دي بس فقط لحتى تبين بانه سيجمنت. اذا سمينا هذه الثيتا الان هاي العلاقه ثيتا، احنا نعرف انه تان ثيتا يساوي دي واي باي دي اكس، لانه ظل الزاويه يساوي الميل المماس، فهو عباره عن دي واي باي دي اكس. زين هنا كيف افترضنا بانه ثيتا تساوي دي واي باي دي اكس؟ ليش مو تان؟ لانه بالزوايا الصغيره التان يساوي تقريبا يطلع يساوي الزاويه نفسها اذا حولنا الزاويه الراديان، فيصير الفرق كلش بسيط. فنفترض بانه الثيتا تساوي دي واي باي دي اكس، اذا عوضنا عن الثيتا في هاي العلاقه راح يطلع عندي دي ثيتا باي دي اكس ايكوال تو ام اوفر اي اي، وهاي ايضا من صيغ برنولي اويلر ايكويشن.
اللي هي من خلالها راح نحسب السلوب اوف كيرفشر، وهنا انا نحسب الديفليكشن. فبالتالي راح يكون عندي واضح جدا كيف او بالاحداثيات اقدر احسب الديفليكشن، واقدر احسب في كل مكان السلوب مال الالاستيك كيرف او الديفليكشن كيرف. فاذا الان هذه العلاقه اللي هي الالاستيك بيم ثيوري صارت عندنا واضحه كيف انه نطبقها لحساب اول تطبيق لها، ممكن انه نحسب بها الديفليكشن، وايضا هي هاي تستخدم في كثير من اغراض البحث طالما انه ضمن البيم ثيوري. اكتفي بهذا المقدار المقدمه النظريه، وان شاء الله تبقى التطبيقات على المحاضره القادمه الرياضيه اقصد. شكرا جزيلا لكم، واتمنى انه يكون مراجعتكم للمحاضره مركزه، لانه تتضمن على مواد اساسيه راح نستخدمها ان شاء الله بالمحاضرات القادمه. شكرا جزيلا.